ارتفعت للأسف معدلات الفقر في العراق بعد 16 عاماً من الاحتلال الأمريكي وبشكل غير مسبوق بسبب ارتفاع معدلات البطالة وانعدام فرص العمل وتفشي الفساد. مواطن عراقي وثق حال إحدى العوائل العراقية الفقيرة في البصرة وهي تسكن أسفل أحد الجسور بعد أن اتخذت من خزانات المياه جدراناً لمنزلها المتواضع. محملاً أي هذا الذي وثق المقطع حمل الأحزاب والمرجعية مسؤولية تدهور أحوال العراقيين. هاي العائلة من أب وأطفال والبنت شو اسمها الزغيرونة؟ زهراء بيها مرض سرطان، يعني ما فوق ما هم بالشارع، فوق ما سبحان الله الإنسانية راحت والحمية راحت. تعال شوفوا وين قاعدين هاي العائلة؟ ضاعوا وين قاعدين؟ عمي كفيلكم الله، حتى الحيوانات أجلكم الله ما ترضى هنا تقعد. هذا تانكي مال ماي حاطين استاره لهم. احنا بلد المسلمين غير عندنا مرجعيه وكلاء، بانينهم قصر المرجعيه والوكلاء. هاي الفقراء بانينهم قصر، شوفوا هذا القصر مال الفقراء. احنا بدوله امير المؤمنين عليه السلام، شوفوا هاي شينكوه. خلنا اراويكم اياها من ورا. شوفوها هاي، هذا بيتهم، هاي شينكوه منا ساترين روحهم بشينكوه. وهذا تانكي مال ماي، وهاي قعدتهم. كفيلكم الله اب واطفاله، اطفاله الثلاثه وبنته بيها سرطان زهراء، يقول وديتها مره وحده بيها مرض سرطان.